يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، وجدت هذه العبارة مكتوبة على إحدى السيارات، فما صحتها؟ على كف القدر نمشي ولا ندري بالمكتوب، هل هذه العبارة صحيحة؟ صحيحة بالمعنى، أما كف القدر وجعل القدر له كف وما أنه، هذا كله منها لا ينبغي. نمشي ونذهب على موجب القضاء والقدر الذي قدره الله لنا، ولا ندري ماذا قدر الله لنا. نعم، وهذا من معنى أن القدر سر الله، أن الله أخفاه عنا، لكن أن تفعل الأسباب وتكل النتائج إلى الله سبحانه وتعالى. نعم.